غضب شعبي كبير لدى شعوب شمال وشرق سوريا بعد هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على طول الشريط الحدودي التي استهدف خلالها القرى والمدن الآمنة، مخلفاً العديد من الضحايا المدنيين بالإضافة للأضرار المادية الكبيرة في الممتلكات. أبناء مدينة الرقة بكافة مكوناتها من عرب وكرد وسريان وأشور وتركمان خرجوا ليؤكدوا وحدة الصف ضد الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال التركي، مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطيران الحربي والمسير. التصعيد التركي الأخير ببركات أجهزة استخباراتها ومسؤولياتها هو دليل على التخبط التركي وفقدان البوصلة، هو دليل صاروخ على عدم جدوى كل سياساتها التي تقدمت بها تجاه مشروع الإدارة الديمقراطية، الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أثبتت جدارتها وثباتها ولم تتزعزع يوما نتيجة السياسات التركية، وأثبتت أنها التجربة الوحيدة التي تمثل طلعة الشعوب السورية. المتظاهرون نددوا أيضا بفبركات ومزاعم النظام التركي وما قام به مؤخرا من سيناريو تفجير اسطنبول ليجعل منه ذريعة لشن هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف ضرب مشروع الإدارة الذاتية وإفشاله بشتى الوسائل والطرق. منذ اليوم الأول من إقامة المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا والذي يستند على مبدأ حرية المرأة والتعايش المشترك بين جميع المكونات في المنطقة، ترى الدولة التركية ذلك خطراً على أمنها واستقرارها. فلاحون وعمال ومثقفون وفنانون ومواطنون من مختلف فئات المجتمع أكدوا رفضهم لجرائم الاحتلال التركي الذي يندى لها الجبين بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء على طول الشريط الحدودي في مناطق الشمال السوري. كمثقفين وكفنانين وكفلاحين وعمال ونساء كل اليوم خرج للتنديد بهذه الهجمات اللي موجهة إرهابيا ضد أهالينا، ضد أطفالنا، ضد نسائنا. وتؤكد هذه المظاهرات الحاشدة مدى دعم ومساندة والتفاف شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها حول قوات سوريا الديمقراطية لحماية المنطقة من الاحتلال التركي والوقوف صفا واحدا ضد أي خطر خارجي.